تستمر في البحرين ما بات يعرف في الأوساط الشعبية بالمجازر القضائية، حيث حكمت المحكمة الجنائية اليوم الثلاثاء بالإعدام على الشاب ماهر عباس فضل وعلى 5 آخرين بالمؤبد في قضية وصفها المحامون بالكيدية والملفقة. السلطات اتهمت مجموعة من الشبان من منطقة السهلة، هم ماهر عباس الخباز ومحمد عباس الخباز ومرتضى عباس الخباز وفاضل عباس الخباز وإبراهيم عبد الله شبيب وعيسى عبد الله شبيب وفلاح علي فضل وفؤاد علي فضل وخليل إبراهيم القصاب بقتل شرطي العام الماضي. أخت المعتقلين فلاح وفؤاد صرحت بأن القوات التي داهمت منزلهم واعتقلتهم في فبراير عام 2013 أخبرتهم بأن سبب الاعتقال كان التكبير من على سطح المنزل، الأمر الذي يثبت أن التهم لفقت لهم بعد الاعتقال وأن الاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب. وبعد شهر تقريبا اتصل لنذهب لهم إلى زيارة، وذهبنا إلى الزيارة وكان أثار التعذيب على أجسامهم وأثار التعب الشديد، وكان أخي المعتقل فلاح علي فضل يشتكي كثيرا من ألم في أذنه أنه لا يسمع منها، وأخي المعتقل فؤاد علي فضل كان يشتكي من ألم في كتفه وظهره ويداه ورجلاه، وكانوا بين الحين والآخر دائما يعذبونهم ويضعونه في السجن الانفرادي. ويرى مراقبون أن سياسة القبضة الأمنية التي تمارسها السلطات والأحكام القاسية بحق المعارضين ما كانت لتحدث لولا الدعم السياسي والغطاء الأمني من حلفاء النظام، إضافة للواجهة الإصلاحية وجلسات الحوار بين رموز النظام الحاكم وبعض القوى السياسية المعارضة.